مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، معكم أسامة أبو زينة، أنقل إليكم مباراة الأهلي ونيونج الكاميروني. بيضم النادي الأهلي حامل اللقب 8 مرات الجهاز الفني، كابتن حمد الصافي المدير الفني، كابتن ياسر صلاح المدرب العام، كابتن مجدي بيبو مدير إداري، وإيهاب عبد المنعم إداري، ورانيا عبد العزيز مخطط أحمال، أيمن فؤاد محلل تقني، منت الله عادل أخصائي علاج طبيعي، ومشرف عام ممدوح نور. اللاعبات يعني بيضموا اللاعبة نهلة سامح كابتن الفرقة رقم 8، شروق فؤاد رقم 9، مريم مصطفى رقم 7، مريم متولي رقم 20، آية الشامي رقم 1، دانا شوقي رقم 6، رنا الجوهري 18، فريدة العسلاني 12، نور الله ياسين 3، نرمين المنشاوي 13، رحمة المهندس 14، كاترين 5، ومايا ممدوح 10، وندى وليد الليبرو الثاني رقم 2. اثنين النادي الاهلي في بدايه المشوار واللقاء على نيونج الكاميروني، مباراه قويه جدا 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 لكلا الفريقين، واضح فيها الكابتن حمدي الصافي نازل بكل ثقله، والتشكيله الاساسيه وكره قويه من اي حمدي في ايد حائط الصد وخارج الملعب، اللاعبه رقم 6 أنجز وخارج الملعب. 3 النادي الاهلي لا شيء، نادي نيونج ارسال قوي، شروفات طبعا كما عودتنا رفعه وكره بتتشاط وبتيجي خارج الملعب. لا دي داخل الملعب اكيد، نزلت الكره في مركز 6 او لمست ايد حائط الصد. اللعبة رقم 3 بتلعب الارسال، جريز ارسال قوي، استقبال من مريم مصطفى، رفع من شروق، كرة قوية جدا من نور ياسين، كرة قوية سريعة من نص الملعب، نور ياسين بتشوت كرة ليبرو الفريق ما تعرفش تعمل لها حاجة. كاترين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال طبعا، كرة مش منضبطة بتطلع خارج الملعب من كابتن فريق نادي نيونج. أدياني طلعتها خارج الملعب، 5 النادي الأهلي 1 نيونج، إرسال قوي كاترين، استقبال ضعيف، بترجع الكرة سهلة، 6 النادي الأهلي 1 نادي نيونج، وتايم أوت أجراه المدير الفني لنادي نيونج نات مارك المدير الفني الكاميروني. يعني بداية مشوار مباريات قوية جدا واضحة، كابتن حمدي الصافي بيحاول يظبط اوراق الفرقه، طبعا مظبوطه وماشيه كويس جدا، ولكن بعض الاخطاء الشخصيه بيتكلم فيها. في تغيير، لعيبه رقم 5 مكان اللعيبه رقم 6، كاترين ارسال قوي، ليبرو بيستقبل، رفعه في مركز 2 وكره بتتشاط قويه ولكن خارج الملعب. ارسال قوي كاترين، استقبال من ليبرو، كره بتيجي وبتترفع بتتسقط، ولكن شايف نور ياسين وحائط صد جيد، و 8 النادي الاهلي 1 نادي نيونج الكاميروني، وبدايه التكنيكال تايم اوت. طبعا في عجاله، النادي الاهلي مشواره من بدايه البطوله فاز على نيكومبا الاوغندي ب3 اشواط مقابل لا شيء،
فاز على روفينيو رواندي 3 أشواط مقابل لا شيء. نيونج الكاميروني فاز على ريفينيو الرواندي. ريفينيو اللي فاز على نيونج الكاميروني ب3 أهداف أشواط مقابل شوط واحد. ونيكومبا الأوغندي فاز أيضا على نيونج الكاميروني ب3 أشواط مقابل لا شيء. إذن كده ريفينيو الرواندي هيطلع وصيف للنادي الأهلي في دور الثمانية، هيلاعب السجون الكيني، والنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله هيلاعب كاستم الناجيري. إرسال قوي وفي الشبكة كاترين المحترفة. مؤدة الفريق إرسال قوي، استقبال من مريم مصطفى، رافعة من شروق، كرة قوية بتتشاط من مركز 4 في مركز 1، بتطلع ديفنس، واللاعبة رقم 7 بتشوط كرة ما بين حائط الصد والديفنس. 3 نيونج، 8 النادي الأهلي. استقبال مريم مصطفى، كرة بتترفع، نهلة بتشوط كرة بخبرة وبترجع تاني، وآية حمدي بتشوط كرة قوية من مركز 2 في مركز 1، لعيبة رقم 1 كابتن الفرقة ما تعرفش تعمل لها أي حاجة. تسعى النادي الأهلي، 3 نادي نيونج، وإرسال سبايك نور ياسين، بتعدي الكرة، استقبال ورفع، وكرة بتتشاط من مركز 4 في مركز 5، بترجع تاني، وكاترين بتسقط كرة في نص الملعب جيدة جدا، بترجع تاني، الكرة سهلة، وشروق فؤاد بتعمل فنت كده ما بين فريدة العسقلاني وآية حمدي، بتشوط الكرة آية ولا أجمل ولا أروع من مركز 2 في مركز 5. طبعا محدش كان متوقع، من احسن لاعبات افريقيا ايا حمدي، لاعبه مجتهده جدا. سبايك سيرف من نور ياسين، مستقبله طبعا بتاخد الكوره وعلى بره. النادي الاهلي بيلعب بالتشكيله الأساسية، عنده طبعا لعبته كلهم على مستوى عالي جدا من المهارة والإبداع، كل لعبة فيهم ليها تاريخ سواء في بطولات النادي الأهلي أو في بطولات المنتخبات. سبايك سيرف نور ياسين، أصغر لعبة، مواليد 2000 ولكن خارج الملعب المرة دي، جابت بيه 3 كور. الإرسال موفق، وضيعت كرة منه بعدم تركيز كده في الاستقبال. استقبال ورفع كرة ونقلة، بتشوط كرة قوية برست ايديها ما بين حائط الصد وداخل الملعب في مركز 1. خبرة كبيرة نهلة، عندها من الخبرة ان هي تقدر تخلص الكور في اوضاع صعبة جدا. ارسال طبعا آية ارسالها قوي جدا، ولكن في اخر الملعب بنقطة مباشرة. مستقبلي نيونج الكاميروني ما يعرفوش يعملوا حاجة. ارسال قوي فعلا، استقبال وكرة بتترفع، الكرة بتترفع في 6 بتعدي سهلة، وشروق بتعدي كرة بليس من مركز 3 في مركز 6 في نص الملعب كده، منزلاها مسقطاها، محدش يعرف يعمل لها حاجة، مباغتة. ارسال قوي آية،
استقبال، الكرة بتترفع سريع، بتتشاط، بتيجي في ايد فريدة وداخل الملعب. خمسة نيونج الكاميروني، 15 النادي الاهلي. ارسال قوي، استقبال من نالة، رفعة قوية لفريدة العسقلاني وبتشوطها وبترجع تاني. الكرة برضو سهلة، كرة واللج قوية من فريدة العسقلاني من مركز 2 في مركز 6. برافو يا فريدة. 16-5 تاني تكنيكال تايم اوت. شايفين طبعا الضغط واضح جدا من النادي الاهلي من ارسال وموجة اولى وموجة تانية في الهجوم سواء بالسريع او بالعالي. عنده النادي الاهلي من مقومات لعبته ان هم يقدروا يلعبوا سريع وعالي، وفنتات كتير داخلة قدامنا مش مخلية فريق نيونج ان هو يركز في حائط الصد. اتحددت تقريبا دور الثمانية، النادي الاهلي هيلعب مع كاستم النيجيري، السجون الكيني هيلعب مع روفينيو رواندا، وقرطاج التونسي هيلعب مع الشمس المصري، والانابيب الكيني هيلعب مع فافايا الكاميروني. نتمنى التوفيق طبعا للانديه المصريه باذن الله، نادي الشمس والنادي الاهلي باذن الله. نهله استقبال، كوره بتتشاط قويه، ترجع تاني مريم ديفنس، كوره قويه من كاترين بتشوطها من مركز 2 في مركز 5. برافو يا كاترين، ولكن اتقال ان هي خارج الملعب، فيها شك، فيها شك. 6 نيونج 16، استقبال، الكرة بتترفع قوية، بتتشاط من نص الملعب. النادي الاهلي من احسن الفرق اللي بتلعب من نص الملعب. فريدة العسقلاني، استقبال خاطئ من نيونج. 17 النادي الاهلي، 6 نادي نيونج. واضح تركيز الارسالات محددة. كابتن حمدي الصافي اكيد اهو تاني ارسال في نفس المكان، ده معناه ان في توجيه على الارسالات على مستقبل بعينه عشان يقدر يطلعه خارج الهجوم. تايم اوت طبعا بيجريه المدير الفني الكاميروني. 19-6، فارق جيد جدا. واضح مستوى الأداء، واضح عنده كتيبة من اللاعبات سواء صغار السن أو المخضرمات، النادي الأهلي بيلعب بيهم. فريدة العسقلاني وإرسال جيد على نفس اللعيب، بتيجي الكرة سهلة، بتعدي بقوة ولكن في إيد حائط الصد وبتنزل جوه الملعب. برافو عليك يا نور، لاعبة صغيرة السن. ما تعديش الكرة سهلة أهي، جت نت الشبكة، ارسال قوي على الليبرو وكرة بتتشاط خارج الملعب. واحد وعشرين النادي الاهلي، 6 نادي نيونج. فريدة العسقلاني، ارسال قوي على الليبرو خارج الملعب.
خامس او سادس ارسال ما شاء الله. شروق وآية وفريدة التلاتة كل واحدة جايبة من ثلاث لأربع إرسالات، ونور 23 النادي الأهلي 6 نادي نيوم. فريدة العسقلاني إرسال قوي ولكن خارج الملعب المرة دي. 7 نيونج الكاميروني 23 الاهلي. 80 طبعا مشجعين. ارسال نهلة بتستقبل، كرة بتترفع، كاترين بتشوت كرة قوية وبترجع تاني، نور ياسين بتشوت كرة فري بول جاية عالية شاطتها بقوة برضو فيها شك شايفهم، ولكن الكرة داخل الملعب. في البداية كانت خارج الملعب وبعد كده اتضح للحكم الثاني. ارسال استقبال وكرة مرفوعة بتطلع من آية وبترجع. معلش 8 نيوم 24 النادي الاهلي. لعبة رقم ثلاثة ارسال قوي استقبال من مريم، رفعة من شروق وكاترين بتشوت كرة قوية جدا من مركز اثنين في مركز واحد لتنهي الشوط 25-8. يعني مباراة قوية جدا واضحة. فيها الأسبقية والريادة للنادي الأهلي 25-8. طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي حامل اللقب 8 مرات، فاز 3-0 على نيكومبا الأوغندي وعلى ريفينيو. مشواره حافل، عنده مباراة في دور الثمانية أعتقد إن هي إن شاء الله هتبقى بالنسبة للنادي الأهلي بطريقة لعبه وبأسلوبه اللي بيلعب بيه ده هتبقى إن شاء الله سهلة، ويتخطى دور الثمانية إن شاء الله. كاستم فرقة مش قوية قوي، يعني فرقة عادية جدا. بعد كده في دور الأربعة هيقابل الأنابيب الكيني على توقعات وتكهنات إن الأنابيب الكيني هيفوز على بافايا الكاميروني. أنا دي فرقة عندها خبرة، فيها لعيبة في المنتخب، بتضم نجوم، فهتبقى مباراته أمام بافايا كاميروني هتبقى إن شاء الله سهلة، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي هيعدي بإذن الله الأنابيب في دور الأربعة بإذن الله. الشوط الأول انتهى 25-8، يعني واضح قوة أداء فريق النادي الأهلي من خلال إرسالاته ومن خلال حالة الصد والهجوم، هجوم قوي من آية، فريدة، نهلة، نور وكاترين. واضح مستوى الأداء. قدر، شايفين
كابتن حمدي الصافي، مثبت التشكيل بتاعه من الشوط الاولاني، ممكن يعمل تغييرات في نص الشوط الثاني لما الامور تمشي ويضمن ال 25-8 وانطلاق الشوط الاول اثر تاثير ايجابي على نيونغ، فيقدر يعمل تغييرات ويقدر يجرب الاوراق اللي موجوده عنده. بدايه الشوط الثاني قدامنا، نفس التشكيل زي ما قلنا، معدة الفريق شروق والأوبزيت بتاعتها آية حمدي، والكابتن نهلة سامح كابتن فريق النادي الأهلي، ومعاها كاترين وفريدة ونور. إرسال قوي من اللاعب رقم 3 بيجي في نت الشبكة وبينزل في منتصف الملعب، غير مساره، مسار الكرة طبعا، كرة مش سهلة. واحد نيونغ لشيء الأهلي، إرسال قوي خارج الملعب، ولكن أنا شايف في لاين زمان بيقول داخل الملعب. اللاعب رقم 3 جريز ارسالها قوي، مريم مصطفى بتستقبل كوره، ونور بترفع كوره لكاترين بتعديها، ونور بتحط كوره بليس كده بترجع تاني، وكاترين بتشوط كوره قويه بفنس نهله ناجح جدا، وآية والبدايل بتاعتها بتشوط كورة من 1-5. يبقى داست على الخط، داست على الخط فعلا. جريز ارسال قوي بال، وكاترين بتشوط كورة قوية، هتصد الكرة تاني بترجع، كرة بترجع وكرة سريعة بتتشاط من نص الملعب من مركز 3 في مركز 1-4 نيونغ لشيء الأهلي. جريس على الإرسال خارج الملعب، واحد النادي الاهلي 4 نيونغ. يلا يا شروق، ارسالاتها قويه زي ما احنا شايفين كده، كره جايه سهله، وايه حمدي بتشوط كوره قويه جدا من مركز 2 في مركز 5، صاحبة الحلول السحرية اهي بقوة. شروق ارسال قوي خارج الملعب، تقدم من نيونغ الكاميروني 5-2. لعيبة رقم 7 مسول، وكرة قوية، وشروق عندها نص الملعب ده مهم جدا. نور ياسين شاطت كرة قوية من نص الملعب في مركز 5، ارسال قوي، كاترين استقبال، كرة جاية وحاط صد جيد، مريم بتعمل مجهود وقفت الكوره ترجعها نهله،
الكرة سريعة قوية بتجيبها مريم تاني، ولكن اللعبة رقم 2 شبكة. كاترين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال، جاية كرة سهلة. مريم مصطفى متميزة في الديفنسات، وبتيجي نهلة بخبرتها الكبيرة بتحط كورة من مركز 4 في مركز 1. بريست ايد كده جميل، بتعدل النتيجة 5-5. كاترين كرة من نص الملعب، ديفنس من شروق، ترجع تاني كرة من آية، وكاترين بتشوط كرة ما بين حائط الصد بياخدوها منها. 6 نيونج، 5 النادي الأهلي. إرسال قوي، استقبال من نهلة، نهلة بتحط كرة بليسنج وبتيجي سهلة، بترفع وكرة قوية بتتشاط في حائط الصد وخارج الملعب. سبعة خمسة، إرسال قوي خارج الملعب. نور ياسين على الإرسال، من الثبات من اعلى، كرة بتترفع سريعة بترجع تاني، وحكمة اللقاء بتقول لعيبة رقم 3 جريز جابت شبكة. ارسال قوي، استقبال، كرة راجعة سهلة، والسنس جاء قوي من نور وخارج الملعب. 8 يونج الكاميروني، 7 النادي الاهلي في اول تقدم لاول تكنيكال تايم اوت في الشوط الثاني. طبعا فرقه يونج فرقه جيده على الرغم من خسارتها، ولكن بتلعب كويس حتى الآن. برضو زي ما شفنا نادي الشمس في اللقاء الماضي، أكيد في توجيهات المدير الفني كابتن حمدي الصافي وجهاز المعاون هيقدر إن هو يضع خطة للضغط على نيونج بقوة. استقبال من نهلة، ترجع الكرة سهلة، حائط صد قوي، ولكن الكرة بتيجي في ايد آية وفريدة وخارج الملعب. ثنائي لعبة رقم 8، ارسال قوي خارج الملعب. 8 النادي الاهلي، نيونج كاميروني 9. آية وإرسالاتها قوية، بانت أهي. إرسال قوي بنقطة مباشرة. إرسال قوي
النالة، كرة بتتشط بقوة، بتطلع من كاترين ورفعة قوية، ونالة بتشوت كرة قوية بترجع تاني وبتتشط كرة أقوى، بتطلع من مريم مصطفى كرة جيدة جدا بترجع وبليسنج كده، بس مريم طبعا متوقعاها. راحت آية ردة بكرة جميلة جدا مرفوعة في واحد مركز واحد، بتحطها آية بليس جميل في مركز أربعة، محدش يقدر يعمل لها حاجة، الليبرو ما توقعتهاش. آية وإرسالها القوي، معلش لاعبة متميزة آية حمدي، 10-10 استقبال من كاترين، كرة مرفوعة من مريم، ترجع تاني نهلة، كرة بتترفع بتتشاط خارج الملعب. هيبقى رقم 6 خارج الملعب. 11 النادي الاهلي نيونج، 10 وشروق خرجت، شروق فؤاد ودانا شوقي نزلت، معدة صغيرة السن اعتقد ده علشان يدعم حائط الصد اهو اهي، دانا بلوكها عشان طويلة جيد، وقت مناسب جدا اجراه الكابتن حمدي الصافي، تغييرة فعلا في وقتها عشان يقدر يقفل حائط صد الطرف، يقدر يوقف الهجوم من مركز أربعة، فلازم دانا تنزل تاخد الكرة اللي فاتت دي وتثبت فريدة العسقلاني جنبها. عارفين طبعا بلوك الطرف هو الأساس اللي بيطلع جنبه السنتر، لو فتح الانتنة او كان طالع بدري او متأخر بيختلف. تايمنج ده مهم جدا، ارسال قوي من نهلة، نهلة سامح. 13 النادي الاهلي، 10 نيوم، واللعيبة الرقم 10 11 الليبرو التانية مبروكة، بتنزل استقبال رفع كرة قوية من 6 تتشاط ما بين مركز 5 و6 جنب ايد مريم. 11 نيوم ب 13 الاهلي، سلطاوي بتجيبه يعني في حتة صعبة جدا، مريم طلعت الكرة جميلة وكاترين بتشوت، تاني كرة بتتشاط ودانا بتعدي كرة سهلة وبترجع لها الكرة تاني، بتحطها برست ايديها ترجع تالت، تروح حطها فريدة بمنتهى الجمال اهي قدامنا اهي في ايديها وعلى بره فريدة العسقلاني، ارسال قوي من 5 في 5 الكرة جاية سهلة، بتتأخر حائط الصد، ديفنس كاترين طلعت الكورة، المعدة بترفع كورة من 6 وخارج الملعب. كابتن الفرقة اللعيبة رقم 1 تعتبر أحسن لعيبة فيها سينيون أوديل، وإرسال ولا أجمل ولا أروع من كده من فريدة من مركز 5 في مركز 5 بنقطة مباشرة، وتاني تكنيكال تايم أوت 16 النادي الأهلي، 11 نادي نيونج الكاميروني. ميزة النادي الأهلي لعبته عندهم خبرات عديدة
في الضغط على الخصم في أي وقت، حتى لو كان هناك فروق في السكور، ولكن بيقدر يضغط على الخصم بمنتهى السهولة. اللاعب لما يبقى عنده خبرات ولما عنده قدرات بيقدر يساعد جدا المدرب، ان هو لما بيديله اي توجيهات يقدر يترجمها بسرعه داخل الملعب في زمن قليل. فريده العسقلاني ارسال قوي بتيجي قدام المستقبله واللاعبه الاساسيه بتاعتهم اوديل. ابتدى الكابتن حمدي يوجه ارسال على اوديل علشان شاطت كورتين كده من مركز ستة. رجع تاني على اللعبة الرقم سبعة. كرة جاية سهلة، نهلة بتطلع كورة جميلة، وكاترين بتعدي كورة في نص الملعب، بتيجي لنور وبترجع تاني كورة نور بدل ما بتعليها اهو. حائط الصد، احنا اتكلمنا على توقيت حائط الصد بالنسبة للاعبات، لازم التايم ده يبقى في وقت مناسب ولا بدري ولا متأخر. كرة قوية من كاترين من 4 في 5. اللعبة الرقم 11 ليبرو فريق نادي ليون بتيجي في ايديها وخارج الملعب. شايف ندى وليد في الملعب. ليبرو في 3 لاعبات صغار السن داخل الملعب، ندى وليد، نور ياسين، و دانا شوقي. ده انجاز بيدفع بيهم المدير الفني الكابتن حمدي الصافي علشان يزدادوا خبره في المباريات الافريقيه. بيرجع تاني الكابتن حمدي الصافي تغيير المعده، بتطلع دانا وبتنزل مكانها شروق فؤاد. ارسال قوي من شروق، استقبال كرة جاسة، وآية بتحط الكرة برست الإيد، والحكمة بتقول إن آية عدت إيديها جوه الملعب. آية طبعاً ما اعترضتش، قالت لفرقتها سوري وكملت. استقبال وكرة متشاطة بقوة بدبل حائط صد من نور ياسين، طالعين معاها اهو هما الاثنين قافلين الملعب. كان المفروض الكره تتقلب لآية لكاترين او آية في 4. ارسال وكاترين من 2 بتشوط كره قويه من 2 في 1. 19 النادي الاهلي، 14 نيونج الكاميروني. كاترين على الارسال، ارسال قوي، استقبال، كوره متشاطه بقوه من لاعبه كابتن الفرقه رقم 1، بتيجي وبترجع تاني بتلعبها برجلها كده اهي، تطلع خارج الملعب. كاترين على ارسال، ارسال قوي، استقبال من لاعبه رقم 7، استقبال سيء، ترجع تاني الكوره ندى وليد، وكوره قفلت بيها شروق الملعب كده مع آية،
رجع التاني الكرة قوية، نهلة بتشوطها من مركز أربعة في مركز خمسة. شايفين طبعا تغيير مريم متولي مع نور ياسين، تغييرة ناجحة بتخلي سنتر البلوك بيطلع معاها في كل كورة مريم حتى لو مش معاها كورة. وحائط صد قوي جدا من آية ومريم. شايفين بقى الكورة لا تصد ولا ترد، ملهاش أي كفر، ملهاش كفر من قوتها. تترن على الإرسال، إرسال قوي، استقبال ضعيف، كرة تانية بترجع تتلم من ندى وشرو بتوقفها، بتسقطها جميلة جدا نهلة من مركز أربعة في مركز أربعة، بتعدي اللاعبة الناحية التانية من الملعب، واضحة اهي. 23 النادي الأهلي 14 نيونج. كاترين وإرسالها القوي، استقبال خاطئ، ليبرو الفريق بيغير ما بين 11 و 12. سلقاوي كاترين، كرة سريعة بتتشاط قوية في ايد مريم وخارج الملعب. مريم لسه عائدة من الإصابة، لاعبة متميزة جدا. سلقاوي واستقبال، ومريم بترد بكورة ولا أجمل ولا أروع، وبينتهي الشوط الثاني 25-15. يعني أنا شايف إن في لعب من نيونج الكاميروني امام النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيعرف يضغط كويس. مريم متولي كل مباراة كده، الكابتن حمدي الصافي المدير الفني وجهاز المعاون بيدفعوا بيها في أوقات علشان تقدر تاخد حساسية المباريات. كانت مصابة ولسه راجعة، حساسية المباريات دي ما بتجيش من يوم وليلة، ولكن بالمشاركة في الملعب مستواها يعلى شوية شوية لغاية لما تقف إن شاء الله خارجة طبعا من إصابة كانت كبيرة. قدامنا واضح جدا اللاعبات بيسخنوا، كله بيحاول ان هو يركز. فريق نيونج الكاميروني انا شايف يعني المدير الفني بيوجههم بهدوء، هما طبعا 25-15 دي نتيجة بالنسبة لهم جيدة جدا. شايفين طبعا الفريق، اعتقد ان هو هيثبت تشكيله مش هيعمل اي تغييرات.
فرق المباريات في الدور الأول عن وجود 8 فرق: الأهلي، سجون، قرطاج، الأنابيب، والتواني، كاستم، ريفينيو، الشمس، بافايا، الكاميرون. طبعا هتقام مباريات دور الثمانية إن شاء الله بإذن الله. وهنقدر إن شاء الله إن إحنا شايفين طبعا مريم وفريدة لاعبات على درجة كبيرة من الخبرة سواء في المنتخب أو النادي الأهلي. طبعا هو الأساس، عمل تغيير الكابتن حمدي الصافي، نزل نرمين المنشاوي ومريم متولي مكان نور ياسين وفريدة العسقلاني. ارسلت شروق فؤاد مثبت باقي التشكيل هو، شروق على الارسال واستقبال وخارج الملعب، خارج الملعب. هيبتدي طبعا ضغط الارسال هيبقى واضح. شروق استقبال، كرة جاية سهلة، ترجع الكرة سهلة، وآية بتشوت كرة قوية جدا، ولا بلوك ولا دفنس. أهي مركز 2 في مركز 5، ولا البلوك لحقها ولا الدفنس هيعرف يطلعها. برافو يا آية. شروق إرسال قوي، رفعة، كرة بتعدي من نص الملعب سهلة. مريم وبتعدي آية، كرة صعبة، بترجع تاني، كرة بتترفع، وكاترين بتشوت كرة قوية جدا من 4 في 4، بتطلع تاني، ومتولي بتسقط كرة جميلة جدا في نص الملعب. برافو عليك يا مريم. اهي بخبرة 2 النادي الاهلي لاشين يونغ، استقبال، الكره بتترفع، واحسن لعيبه في نيونغ بتشوط، الكره بترجع تاني، وكاترين بتشوط كره قويه في حائط الصد وداخل الملعب. قوي من اللعيبه رقم 3، ندى بيجيب الكوره وهي بتشوط، وكوره خاطئه على فريق نيون. اهو بيلمسوا يعدوا كتير الملعب. 3-1 للنادي الاهلي. كاترين وارسال قوي، وبتيجي الكوره سهله. شايفين مريم متولي بتشوط كرة قوية من مركز 3 في مركز 5. شروق عندها نهلة وآية ومريم متولي، التلاتة على الشبكة. لفة صعبة جدا، بيخشوا بقوة التلاتة، بيخلخلوا حائط الصد الناحية التانية، ما بيبقاش مركز، وزمن الكورة بيبقى سريع زي ما احنا شايفين كده، ما بتلحقش ولا حائط الصد ولا الديفنس. ودي برضو الكورة التانية من مريم. طبعا تايم اوت
بيوجري المدير الفني لليونغ بيعمل تغيير. الكابتن حمدي الصافي بينزل رحمة المهندس مكان كاترين. رحمة لعيبة متميزة، ارسال قوي خارج الملعب، ضيع الارسالات يعني ملوش اي لازمة. اوديانا ارسالها قوي في الشبكة، بترد برضو كرة من هنا وكرة من هنا. 6-2 يلا يا مريم. ارسال مريم قوي جدا، متسقط في نقطة صعبة في نص الملعب بنقطة مباشرة. 7 النادي الاهلي، 2 نادي ليونج. برافو يا مريم، الكرة بتترفع وحائط صد آية ونرمين وكورة خارج الملعب. لعيبة رقم 7 لعيبة شولة بتشوط بإيديها الشمال في إيد حائط الصد وخارج الملعب. إرسال استقبال من نقلة ونرمين بتشوط كورة قوية جدا من نص الملعب في مركز 5 اهو. نزلت في مركز 6، يعني من الواضح جدا ان الكابتن حمدي مدي مساحات كويسة جدا للاعيبته وبيحاول يجرب علشان يدخلوا كلهم في مود المباريات. شفنا طبعا فريدة العسقلاني سنتر بلوك ولاعيبة مركز 3 ونور ونرمين ومريم متولي. بيمتاز النادي الاهلي بافضل لاعبات من منتصف الملعب. عنده ايضا افضل لاعيبه من مركز 2، وعنده نهله المخضرمه بيقدر يعمل بيها حلول في اوقات صعبه. استقبال ورفعه وكره مضروبه وبترجع تاني، ونهله بتشوط كره قويه، هي دي الحلول اللي احنا كنا بنتكلم عليها، بتخلص كور صعبه في اوقات اهي برست ايديها في حائط الصد وخارج الملعب. 9 النادي الاهلي، 3 نيونج الكاميروني. هيا حمدي وارسال قوي، بترجع تاني الكوره كده اي كلام، بتتحسب على اللاعيبه رقم 3. تغييره دانا اعتقد ان هي بتنزل مكان شروق. ارسال قوي في نص الملعب، برافو يا آية. ارسال قوي من آية في الشبكة. ارسالات النادي الاهلي لم بيركزوا فيها ويضغطوا بتبقى عنيفة. استقبال رفع كرة قوية من نرمين بترجع تاني، وكرة مشدودة جميلة جدا من مركز 4 دانا بتشدها في مركز 1 لآية، بتطلع تحطها بقوة من مركز 1 بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 12 النادي الاهلي، 4 نيون. نقله سامح وارسالها
الكرة بتترفع سريعة وبتتشاط بتطلع تاني ورحمة المهندس بتحط كرة في ايد حائط الصد وداخل الملعب. اللعيبة رقم 7-5 نيونج 12 الاهلي استقبال رفع قوية ورحمة بتشوط كرة قوية بترجع تاني كرة قوية ويعني خارج الملعب فيها شك بس هي خارج الملعب ما لمستش حد عشان كده اللاعبات انتظروا يبقى في قرار تاني. نرمين المنشاوي ارسال قوي من نرمين لاعبة متميزة نرمين اهو برضو ارسال قوي كرة بترجع تاني وكرة قوية بتشوطها اللاعبة رقم 1 خارج الملعب من غير ما تلمس اي حد. نرمين ارسالها القوي فاخر الملعب بترجع تاني الكرة بتتشاط وحائط صد قوي. قلتلكوا تغييرة موفقة دانا ومريم متولي بصوا مأخرين حطوا ايديهم في الوقت المناسب خدوا حائط صد جيد جدا من أديانا كابتن الفرقة وأحسن لعيبة في نيونج الكاميروني 16-5 16-5 طبعا المشاركة هذا العام أكبر وأكثر فرق اشتركت منذ انطلاق البطولة عام 86 حتى الآن بطولة رقم 29 فرق جاية بتحاول تقدم كرة طايرة ولكن عندنا في مصر لاعبتنا وفي النادي الاهلي عندنا نجومنا. نرمين ارسال قوي في ايد المستقبل وخارج الملعب. شفنا نرمين اكتر من ارسال متميزة جدا بيهم ارسال قوي ده خامس او سادس ارسال واضح جدا تايم اوت بيجرين مدير الفني لفريق نيونج الكاميروني في شكل واضح على صد جيد طبعا اللاعبات مفيش حاجة عارفين يعملوها 18-5 ابتدوا اهو يبقى في سخرية من الموقف سكور عالي ارسال قوي وبترجع تاني الكورة ومريم بيجيب الكورة ورحمة بتحط الكورة برس ايديها بترجع تاني الكورة من واحد اللعيبة بتشوطها من مركز واحد
لعبة رقم 7 شولة في مركز واحد بتعدل النتيجة 6 نيونج 18 النادي الأهلي. إرسال قوي، استقبال، كرة بتعدي من دانا جيدة جدا، بتحطها بليز بإيديها كده في نص الملعب. استقبالة جاية قوية من مايا ممدوح اللي نزلت مكان نهلة. الكورة بتترفع من نص الملعب وبتتشاط. سبعة 19 سهلة، كانت ممكن تطلع ديفنس. سبال و بيحاولوا كده يظبطوا استقبالهم. ارسال قوي خارج الملعب، شايفين طبعا كابتن حمدي الصافي بينهي الشوط الثالث بست لاعبات ما كانوش متواجدين في الاشواط الاثنين اللي قبل كده. رنا الجوهري نزلت مكان ايه ورحمه ومايا ممدوح. الكره بتترفع وحاج صد قوي من مريم متولي ومايا ممدوح. رجوع مريم طبعا غالي جدا بعد اصابتها. رحمه ارسال قوي نازل في نص الملعب. 21 النادي الاهلي 8 نادي نيونج. الكاميروني رحمه ارسال خارج الملعب. عايزين يبقى في استمرارية عشان نقدر ننهي الشوط بنتيجة جيدة. لعبة رقم واحد وارسال قوي. رحمة المهندس بتستقبل، مايا ممدوح بتحط كرة قوية برست ايديها من مركز 4 في نص الملعب. مريم متولي ارسالها من 5 كده في مركز 5 اهو. استقبال طبعا جاي سهل، حائط صد قوي ونرمين ومايا ممدوح ونقطة وينتهي اللقاء. استقبال ورفعة قوية وشوطة بتتشاط من مركز 4 في مركز 1. اللعيبة الرقم 7 شولة، 10 نيونج الكاميروني، 24 الأهلي المصري. إرسال قوي، استقبال ورفعة قوية، ورانا الجوهري بتشوط كورة قوية من مركز 2 في مركز 5 بترجع خارج الملعب وتنهي اللقاء 25-10. وألف ألف مبروك للنادي الأهلي فوزه في هذه المباراة 25-8 25-15 25-10. ألف مبروك وإن شاء الله التوفيق في دور الثمانية أمام قسم النيجيري وقرطاج ونادي الشمس بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.